نجمة وعليها الكلام. الشقيقة هي تيرا وراثة وعوامل خارجية، عوامل في المحيط هي أكل اللي تحير الشقيقة، هي اللي تحير الشقيقة. بالنسبة للصيف أي. الصيف كينه يعني يعمل أحسن أكبر جهد عنده باش يحير الشقيقة. علاش؟ إيه الشقيقة علاش؟ لأنه في الصيف تتوفر أكثر عوامل تقول أنت تهيج الشقيقة. تتوفر أكثر عوامل تهيج الشقيقة. طوى الصيف الأكثرية نسهروا أي دونك فما قلة نوم بيه؟ وقلة النوم هي أول محفز قال الراجل للشقيقة، أول واحد يقويها الوجع يقويها ويحيرها هو قلة النوم. في الصيف نستعملوا الكليماتيزور دونك تدخل من البرد للسخانة، من السخانة للبرد، فك التبديل هذيك متاع تبديل السخانة يحير عليك كريز الشقيقة يشدك يوجعك راسك. فبتكثر بعض أنواع المأكل، فهمتني، كما الشوكولاتة كما الجلاس كما المقلي كما العظم كما درشنو، هذو ما زاد تعرف التنويع والتنويش في رمضان في الصيف يكثر، هذاك زاد النجم يحير الشقيقة. الصيام يقلقها وقلة النوم يقلقها، واضح، من قلة الماكلة وقلة الماء وقلة النوم. أبسوليمون، معناتها حتى فما ناس اللي عندهم شقيقة تريسيفير ديكالاج خفيف في وقت الماكلة يحير عليه الكريز. والله يا فاطمة أنا معناتها نحب نستغلها الحقيقة الفرصة هذه أيه، وباش نتكلم بكل صراحة، باش نتكلم بكل صراحة، واللي يحب يتغشش يتغشش لأن أنا إنسان حقائقي. وقت اللي تخرج أوردونونس من عند طبيب الأعصاب، الجار والجارة والراجل والبو والكنة والعمة والفارماسيان الكلهم يتدخلوا بالتحذير، ولوح عليك وسقف العصاب ودويات العصاب وسيب عليك وما سيب عليك، وفما تدخلات من أهل المهنة تثبت في كوارث عند المرضى. أنا نحب نسأل سؤال للي يسمعوا فيه الكل، اللي يدخلوا بعد كتابة الأوردونونس، يا هل ترى تعرفوا الدويات هذوكم خير مني ولا لا؟ يا هل ترى قريت وقدي ولا لا؟ يا هل ترى وقت انت قريت الأوردونونس عندك فكرة على التشخيص اللي عند المريض ولا لا؟ بالضبط. هل دور الفارماسيان يتدخل حتى بعد الأوردونونس نتاعنا؟ هذا مش دور، هذا الأكيد بالبعض هم موجودين في المغلب يطبقوا كلام الطبيب وساعات يرجعوا له حتى بالتليفون. معناه فاطمة تجيني دي ريكلاماسيون عاودي تلفن لي المريض يقول لي راهو الفارماسيان قال لي كذا وكذا، وساعات ينقص لي في الدوزة ساعات يبدل لي، ايش معقول؟ موش معقول، ما عندوش مبرر، ما عندوش مبرر. نجمة وعليها الكلام.